اهلا وسهلا واقلا مرحبا بك اخوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا سمحوا لنا على هاد الغبورات، غبرنا عليكم اخوتي. تحيه كبيره بيان سور المغاربه كاملين اللي كيتبعوني، اخوتنا الجزائر والتوانسه وجميع العرب في العالم كامل، تحياتي لكم وكنبغيكم من القلب. المهم اخوتي، معنا هنا واحد المالينو. سمحوا لي الناس كيقولوا لي حكارك تجيب لنا المالينو بزاف، راه ماشي انا اللي كنجيب لكم المالينو اخوتي، والمالينو راه ما سهلاش في الدريساج. شحال من واحد كيمشي غلط تقول لك حكار المالينو سهله كتجيبها، سي فغي كل مالينو ذكيه كدير العجب، ولكن راه قبيحه وصعيبه في الدريساج، وعلى داك الشيء انا كندريسها بزاف. دابا معنا اخونا عماد. عماد علاش جبتي لي هذا المالينو ندريسيه لك؟ خويا لقيت معاه مشاكل. شنو هما اللي كنت بغيت نحيدها لك؟ يعضني تعطي عباد الله في الزنقه. تعض لك عباد الله الماكله كيعضك؟ زيد شنو اخر؟ داكشي اللي كيبغي يدير هو كيولي قبيح الكلب. قبيح. ورينا يدك فين عضك. انتوما شحال ديال الوقت هو معك هذا الكلب؟ دابا ما شهر. شهر هو معك محنك؟ محن. دار معايا ابيل فيديو بحال هكا في السطح كيلعب مع الكلب كيبدا يعضو تيبهدلو. الناس كيقول لك حكا راه المالينو سال جيب لنا شي كلب اخر. المالينو ذكي ولكن راه واعر في التريساج قبيح، حيت المالينو واحد الكلب اللي اكتيف بزاف، تيبغي يلعب بزاف، تيعز عليه العطان ما تيريحش، هذاك الشيء كيخدموا به بزاف العسكر والبوليس. علاش كيبغيو واحد الكلب اللي ما تيعياش وكيعض مزيان وداك الشيء؟ دونك الناس غالطين وبزاف دي. ها انتم لاحظوا، شوف قبيح قبيح تيبغي يعض يعض يعض. دونك خاصك تعرف تتعامل معاه وتعرف تريسيه داكوغ، وان شاء الله غادي نعالجوا هاد المشاكل كاملين اللي كاينين في هاد الكلب. كما كتلاحظوا راه مالين وشاربوني، الناس اللي عز عليهم الشاربوني، احنا جبنا لكم مالين وشاربوني. الناس اللي غايقولوا لي واش للبيع، راه ماشي للبيع ديال مولاي يلاه اشتراه، دونك ماشي للبيع. وهادشي اللي كاين اخوتي، وبقاو معنا وان شاء الله نعالجوا هاد الكلب. وكاع الناس هذوك اللي كيقول لك كلبي كنعيا ما ندير مع داكشي اللي كدير في الفيديوهات ما كيصدقش داكشي، انا نعاود نشرح لكم كلشي بشويه بشويه. هو دابا الكلب راه قبيح وتيعض اي واحد وتيعض حتى مولاه. ها انتم اول حصه شوفوني كيفاش غادي نخدم معاه وغيخدم معايا الكلب مزيان، باش تعرفوا راه ما كاينش شي سحور ولا شي لعيبه، خاصك انت تعرف تخدم معاه. ورينا كي كتعامل معاه المسائل، نشوفوا القباحه اللي كيدير وداكشي باش بنادم يفهم الكلب كيفاش داير. لعب معاه قصر معاه، لا ما ديرش له كغاي اجعر نورمال. قولي قولي اجلس قولي اجلس قولي اجلس قولي اجلس. ايه اسي بابلو اسي. قولي كلشي كلشي كلشي. شو كيفاش مشى لي اليد يبغى يعضو اخوتي؟ عاود عاود قول لي هاد كلشي اللي درتي دابا. كلشي. انتم لاحظوا كيقول لي كلشي كيسمع ومره مره كيمشي لي اليد. المهم بعض بزاف ديال الاخطاء انا نوريكم كيفاش خاصو يتعامل معاه، حيت الكلب ما تيبغيش كثره الحركات بزاف ملي تكون كتريسي فيه. المهم ما نطولش عليكم، غندخلوا دابا في التريساج وتشوفوني كيفاش غنتعامل مع الكلب. شوف الكلب ما مسوقش لمولاه، شوف مرول. كلشي كلشي. غوش عليه غوش عليه. كلشي كلشي. شوف كلشي كلشي. دور فيه دور فيه دور فيه. غوت عليه غوت عليه كما كتعامل معاه ديما. كلشي كلشي. شوفوا الكلب مديكونيكتي مع مولاه، لاحظوا منين نخدم مع انا كيفاش غيدير معايا. هلا قيسو قيسو شتك تقلعتي كيلوح عليك انا زيد ديكي. كتكون كتقيسو كيدور لك بغا كتقيس فيه. الكلب ما مسوقش، كيجر مرون. وحاجه اخرى، الكلب ديالكم ولاو يتخرجوا بزاف، يلعب مع كلاب ظريفين، يخرج بزاف، يكتشف، حيت دابا الكلب باقي صغير فهمتي، انت كيحاول يكتشف. ها مرون. ها انتم كيعض مولاه عاوتاني. ها انتم شوف الناس اللي كيقول لك المالينو راه ساهل. شوف ها انت شوف 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 شوف. لاحظوا معايا لاحظوا لاحظوا لاحظوا. ايه ايه شوف شوف شوف. ها هو هذا راه مولاه هذا. ها شوف لاش. ها انتم شوف كيقول لك حكار المالينو سهل في التريساج وكلشي. ها المالينو راه صعيب اخوتي ذكي ولكن راه صعيب تيعض.
ولكن هذا الشيء راه ما كيعنيش ان الكلب عنده شي مشكله ولا لا. هاد لاغاس ديال المالينو هي بحال كتصنعات عز على العضان وصحيحه وكتموج على شحال سميت العضان. دونك خصو واحد ليدوكاسيون، خصو واحد التربيه مزيانه. الكلب عز عليه الخدمه، لاحظوا المالين هو كتحرك رجلك بحال هكا، اي حاجه كتحرك يبغي يعضك، داكشي كيكون عندهم جينيتيك المالين. هذا كيجي لي رجل، داكشي كيكون عندهم جينيتيك. دونك انت وما كيبغيوش كثره الحركه، ملي كتكون كتخدم معاه ما تبقاش دير كثره الحركه، كثره الحركه شي اكسيد ديال الكلب كيولي باغي يعض. يلا اخوتي بقاو معنا، انا نوريكم دابا كيفاش تخدم مع الكلب ديالك. باش تخدم الدريساج مع الكلب ديالك خصك تخدم معاه الصباح وسط النهار وفي العشيه، ولا تخدم معاه الصباح وفي العشيه، جوج المرات ولا ثلاث المرات في النهار. كيفاش كتخدم معاه؟ كتخدم معاه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ما كتفوتهاش 15 دقائق حتى ربع ساعه ماكسيموم. المهم على حسب الكلب قد ما كيخدم معاك مزيان، حيت علاش؟ ملي كتفوت واحد 15 دقائق ربع ساعه اش كيوقع؟ الكلب كيبدا يجي الملال. ها انتم لاحظوا الكلب كيبدا يجي الملال بحال دابا هكا. ها الكلب عز عليه العضانه دابا، هو ماشي ما كيبغيش مولاه، هو فحال هكا داير الكلب، هو تصنع بحال هكا المالين وعز عليه العضان. ولكن انت خاصك تيدوكي بحال دابا، هو عنده واحد الانيرجي كبيره. الناس اللي ساكنين في ابارتمون في بارطمان ما عندكش اتساع، ما تقدرش تخرج الكلب ديالك، ما تربيش المالينو. كنعاودو كنقول ما تربيش المالينو، المالينو عنده واحد الجد. انا راه كنت كنخرج المالينو كنمضى شحال وانا ندور انا وياه وما تيعياش، ما تيعياش. واحد الكلب اللي ما تعرفش شنو هو العيا، حيد لي الماكله، حيد لي الماء، عطيه هو التينيسه واللعب والدوران صافي، هو داكشي اللي عز عليه. ها انتوما واحد الكلب اللي تصنع بوغ لو ترافاي للخدمه، ماشي كلب ديال جلس وحدك وبدا تبوس فيه وتعنق فيه، ماشي ديال هادشي. بغيتي شي كلب تعنق وتبوسو، ربي لك شي كليب صغيور، شي بولدوك فرونسي، شي بينشر، شي حاجه صغيور. اما لابارتمون الدار وداكشي راه هذا ما يصلحش لك. اذا اخوتي حنا نبداو دابا الخدمه مع هاد الكليب هذا، ونشوفوا لي ديفو ديالو ونوريكم كيفاش نخدموا معاه. انا راه اول مره نتعامل معاه، ولاحظوا مزيان كيفاش نتعامل معاه، حيت كي كنت كنتعامل مع الكلب ديالي كيدور تيبدا يعطني تيترطع الى اخره. شوف كيفاش نتعامل معاه وغادي نشرح لك. لاحظوا معايا الكلب كيفاش كيشوف ليا في رجلي وكيفاش كيشوف فيا، راه هو دابا كيوجد باغي يعض. انا عندي هنايا، عندي اخوتي هنايا مرتديلا، نخدم معاه بشويه ديال مرتديلا وشوف كيفاش نخدم معاه. وقال لي مولاه حتى ملي كيبغي يعطي ياكل كيبغي يعض. ملي تبغي تخدمو مع الكلب ديالك المرة الأولى، من الأحسن أش غادي دير؟ غادي تخرجو. أول حاجة غادي دير ملي تبغي تخدم مع الكلب ديالك، بحال دابا مثلا هنا عندنا واحد المالينو، المالينو إلي أكتيف كيتحرك بزاف وداكشي. دونك شنو كدير؟ قبل ما تجي تبدا تدريسي بالماكلة، أش كدير؟ تا كتسخف الكلب، حيت ملي كتسخف الكلب، الكلب عنده واحد الإنيرجي، هاز واحد الطاقة باغي يلعب. دونك انت تخرج لي ديك الطاقه ديالو. سيتادير جيتي الصباح مثلا، يلا غتخدم معاه تشوف الكلب ديالك، اول حاجه كديرها تخرجو كيدير الطواليط ديالو والمسائل ديالو. ملي كيدير المسائل ديالو كيديفو له شويه وتيدور، كتهز التينيسه كتلعب معاه بالتينيسه. علاش كتلعب معاه بالتينيسه؟ وانا نوريكم دابا كيفاش نخدم معاه بالتينيسه، حيت التينيسه خاصك تعرف كيفاش تخدم معاه. كتخدم معاه بالتينيسه كيعيا الكلب، كيعجبو الحال، كيديفو له، تيخرج ديك الطاقه اللي عنده. من بعد ملي تيخرج ديك الطاقه وكينشط واحد 5 دقائق 10 دقائق ماشي بزاف، كدوز معاه الماكله، كدريسي بالماكله. وملي كدريسي بالماكله خاصو يكون الكلب ديالك باقي ما واكلش، داكوغ؟ باش
حيت علاش ملي كتلعب مع المره الاولى عاد كدير مع الدريسه شنو كيوقع الكلب تتخرج منه ديك الطاقه ديالو السلبيه بحال هكا دابا شوف الكلب كيترطى وباغي يلعب باغي شحال من حاجه دونك انت كتسخفو ملي كتسخف الكلب كيولي كيجيك انت ساهل في الدريساج داكو خوتي هاد الكلب كيلي معاك يخرج الكلب الكلب مسكين باغي يخرج باغي يجري كيشدو كيبدا مع الدريساج لا نو هاو دابا كيعرف فين لاحظوا اش ندير واشنو غادي يخصك باش كتكوريجي الكلب كيلي كيوقع كاع راه كنضربو ملي كتضرب الكلب وحده من الجوج يا اما غيولي خاف الناس غدير معاه لاطاك غتلقى معاه مشكل الكلب يولي خوف تحس يدك كيتخلع يا اما منين غتضربو غتزيد تشعر الكلب اي سيدي قباح دونك خطا الضرب باش كتكوريجي الكلب بصباعك كتنغزو هنا ولكن خاصك تعرف كيفاش تنغزو ها انتم لاحظوا كيفاش دار ليا شتي الكلب على الطاقه ها سمعها كيفاش دايره باغي يعض باغي يطرطا دونك انت كتخدم معاه بالتينيسه كتقول ليه واش باغي تلعب باغي تطرطا واش تطرطا وانا وياك بالتينيسه ويخصك يخصك لاس بحال هادي كما كتلاحظوا معانا هادي خصك بحال هادي بحال هذا خوتي وغادي خصك اترونغلور بحال هذا اترونغلور راه داير بزاف ديال الفيديوهات كنشرح فيهم اللوازم الضروري لتدريب كلبك يخصك اترونغلور بحال هذا مثلا شوف الكلب دابا شوف الكلب باغي يلعب مسكين باغي يعض ما كتبقاش تعصب معاه دابا الا بديتي كتعصب معاه ما غنحل حتى شي حاجه شوف اش غادي ندير لاحظوا معايا علي اسي علي شخش لاحظتوا ماشيش بديت كنتجار حيت دابا الكلب منين عض ليا فهادي بقيت كنتجار معاه يزيد يجهل الكلب خدم معاه بالعقل بالعقل التينيس انا تلفتو شوف اش غندير حتى التينيس بعض المرات كتبغي تحيدها ليا كتبغي تحيدها لي كيبغي يعضك شوف اش كدير كتمشي معاه بشويه شوف الكلب اكسيد دابا كدير ليه بحال هكا لاش مثلا ما بغاش يطلق اش كدير ها انتم اكسيد ديال الكلب شوف كتشدها بشويه ما كتجرش لاش لاش اي شخش وفي البلاصه كتعاود له هادي يا اما كتجرب ترونغلور باش يطلق يا اما كتهزو من الكرشو ولكن مع الكلب كيدور بالزربه رابيد وكيعض وكيعض بالجهد راه عض مولاه شحال من عضه شوف اش كدير دابا مثلا نهزو من هنا شوف كي كيشاد دونك اش كندير كنمشي معاه بشويه المالين ما تيبغيش ما كيبغيش تشد معاه الضط ملي كتشد معاه الضط هو كيموج على الضط غيولي قبيح شوف اش كندير كناخذ لي طرونغلو كنهب كنهب كنهرب ليه وجهه بحال هكا باش ما يدورش يعطني لي من يدي لا من رجلي شوف اش كندير ها زيد عسي كوش مثلا بغى ياكل ليا من الارض كتجر اي با توشي علي شخش اي بيان وحاجه اخرى واحد الغلط اخر بنادم اللي كيكون كيدير سير الكلب ديالو تيبقى يتحرك بزاف يديك ما تبقاش كثرت الحركه لا ما تبقاش تحرك بزاف ملي كتحرك بزاف الكلب حيت الكلب كيفهم الحركات ملي انت كتحرك بزاف كيبقى يشوفك في يديك ملي كتحرك بزاف كيبغى يعضك ما تبقاش تحرك بزاف تكون شويه ثقيل باش الكلب يحاول يفهم ها انت شوف كي كيشوف الكلب دابا الكلب كيبان كيشوف راه كيروماركي دابا كيشوف الحوايج كيتحركوا هي ها تيروماركي الكلب ما تبقاش تحرك بزاف نو هيا تي اسي كوش علي شخش سي بيان سا سي بيان شوف اش كندير باش يجي عندي الكلب كتجلس بحال هكا كيجي عندك مثلا تعطيه بحال هكا التينيسه يعض فيها ما كتبقاش تجار معاه حيت المالينو كتبقى تجار معاه كيجهل والمالينو ديجا كيكون واحد الكلب اللي ديجا عنده لاطاك عنده داك لو ديستان ديال باغي نعض باغي فهمتي دونك ما تبقاش تجار معاه سينو تجعرو لاحظ من بعد نوريكم كيفاش نخدم معاه بالماكل وكيفاش نخدم معاه لاطاك كل حاجه كتخدم بالعقل ماشي بالعشوائيه لاحظ شوف دابا الكلب هكا يبدا يجهل لاش وي اسي لاحظتو قلت ليه لاش وجريت شويه لي ترونغلور وبقيت كنجر التينيسه بشويه ماشي كندير بحال هكا ملي كتجر التينيسه بالجهد الكلب كتاكسيتي كيجهل بشويه ها هو ريح هيا اسي كوش كوش
صح حتى ملي كتكاريسي الكلب جا بشويه ما كتكاريسيش بالجهد حيت المالينو اون فوا كتخدم معاه بالجهد كيقباح ها هو بدا كيعض نو 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 با توشي با توشي با توشي نو وديما تتخدم بجوج كلمات نو ملي كتقول نو كتغوت فيها كتقصح نو هانتوما لاحظوا شوف شوف الكلب كيف اكسيتي شوف هو كيعض في هذيك ما نتجرش معاه شوف اش ندير نمشي للتينيسه لاحظوا مشيت للتينيسه نخليك يعض نشوف عليا شخش شخش صافي هو طلع منا مشى شد التينيسه نو نو با توشي ايه با توشي مثلا هو كيعض في هذيك شوف اش كندير شو ما كان تجارش معه إلى تجارت معه غير عشبو الحال نو نو هاي شخش 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 نو 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 شو اش غادي ندير لي باش نقولو هاي هاسي ايه بيان كوش ايه بيان لاحظتو ما تجريتش معاه وجبت ليه الماكله ما تمشيش بالضبط مع الكلب ديالك حيت الكلب علاش كيعض فادي باغي يلعب ملي انت كتجار معاه كيقول واو كيلعب معايا انت ما بغيتش تلعب معاه وملي انت كتبقى تعصب على الكلب ديالك كيبقى يلعب لك على الاعصاب ديالك هاسي كوش بس سي بس سي ايه بيان بوش دوزمون ايش زيد زيد بسي شاش شاش لاحظوا اخوتي ما كاينش قدره الحركه بزاف كتمشي بشويه بشويه مع الكلب وكما قلت لك 15 دقيقه كتخدم معاه كتردو البلاصه صافي باش الكلب كيستوعب ما كتبقاش قدره الترطيه بزاف ولا والناس اللي كيبقاو يكارسيو الكلب ديالو بزاف كيصحابو ملي كيوكل الكلب وكيبدا يحك ليه بحال هكا مزيان ايولي يبغيك هذاك الشيء راه غلط راه يتصرع عليك الكلب اي لاحظتوا انا كنحك ليه دار بغا يعطلي حيت هذاك الشيء كيكسيد الكلب سيرتو المالينو هاسي كوش هاسي 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 كوش ايه بيان بون شيان ساسي مرة كدوري في خوك معاه خاصك تصبر هادشي اخوتي كيبغي الصبر لا لاحظت هو كان غادي معايا مزيان دار بغا يعضني كتخدم معاه شويه كتمشي تردو البلاصه وما تبقاش كثرت الحركه بزاف وليدي ومره مره كدوميني الكلب كتقولي انا اللي كنتحكم كدور فيه شويه راه مالين والناس اللي كيمشيو غاطا كيصحابو سير راه صعيب في الدريساج دابا هذه اللي من بعد بالك مدريسي مزيان خاصك تعرف باللي راه دوزت مع المعاناه باش وصلت مع داك الريزولتا راه ماشي بالزرب هذاك الشيء كيجي زيد باس هاسي كوش هاسي كوش ايه بيان بون شيان شوف هاسي كوش
لاحظوا ما كنبقاش نقيس الكلب بزاف والكراسي بزاف. شيخش نو اس الكلب باش ما يبقاش يعضك انت ويعضلك هادي بزاف بقى كتلعب معاه بشي حاجه بشي اوبجي التينيسه مثلا حيت الكلب عز عليه يلعب وعز عليه عض دونك انت كتوفر ليه واحد اللعيبه فين يلعب وفين يعض باش ما يبقاش يعضك انت ويعض حيت هو باغي يلعب هو فحالك وتخلق الكلب فحالك وكيتحرك بزاف تيبغي يعض دونك عطيه فين يعض داكوغ راه ماشي كلب تزاد صغيور ما بغيتيش يعضك راه داكشي جينيتيك هو الكلب فحالك وكتصنع ما عندنا ما نديرو ليه ولكن خاصك تعرف انت تتاقلم مع الكلب شيخش عجزتي اش لا سسي بيان باش يطلق ليا التينيسة عطيتو الماكلة مثلا فهمتي عجزتي والكلب دابا باغي التينيسة دونك انا اش كنقول ليه الا بغيتي التينيسة ودير لي اسي غنلوح لك دير لي كلشي ومن يلاه كتكون كتخدم مع الكلب ديالك مع يدير لك اسي لوح ليه كلشي لوح ليه في البلاصة حيت يلاه كيتعلم الكلب ما تبقاش تكثر عليه ومن كتخدم معاه ملي كتخدم معاه ديك 5 دقائق حاول مثلا شي الكلب يلاه يدير لك ديك اسي كلشي صافي حبس معاه يديرها 3 المرات حبس معاه ماشي انت كتشوف الكلب ديالك خدام معاك كتبقى تكثر حيت ملي كتكثر على الكلب ديالك اش كيوقع كيجي الملل الكلب ما كيبقاش بغا يخدم معاك كيبقى يخربق وتبدا يعطفك يعني تخدم معاه واحد 5 دقائق يفهم الدرس جمع الكلب صافي حيد دير الكلب شيخش فوالا صافي بوش شوف باش يجي عندها اش كندير تيني صافي شيخش فوالا صافي الكلب الا لاحظتو كل مره كيخدم دماغه باغي يعض باغي يعض دابا نقدر ندير شي حركه هكا ولا هكا غيعضني الكلب حيت هو باغي اللعب ديالو هو العضار دونك حتى نحاول ما تبقاش دير الحركات بزاف هيدا ديك فيري تو هذا مثلا انا ومشي ليا الفيري كتقول لي نو لاش 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 هي لاش هاي شاش قلت لها هي فهمتي نو با توشي نو با توشي ايه با توشي هاي هاي شخش اسي بيان فهمتي وما كتش الكلب لاحظوا ما كنبقاش نغوت ونتحرك بزاف حيت الكلب باغي يعض كتعلمو بلي خاصو يتكالما الا بغى يلعب هاي ايه بيان اذا اخوتي دابا نخدمو لاطاك مع الكلب بغيت خصك صدريه بحال هكا باش نخدمو مع لاطاك هاجم اخوتي ما يبغيش يدير لي الصدريه انا الكلب ماشي ديالي وكنعرف ما يبغيش يدير دونك نمشي معاه بشويه دونك هادشي بالنسبه للاطاك خصك الصدريه وكذلك لاطاك مع الكلب ديالك بالشرويطه بحال هكا اول مره اي كلب كيف ما كان كدير معاه بالشرويطه حتى كيعض مزيان تيدخل فمو مزيان كامل عاد من بعد كدوز مع البودا من بعد كدوز للمونشي انا نوريكم لي سيتاب تبقى في بلاصتك ما تجيش عندي فوالا طالع سي بيان فوالا سي بيان وي وي سي بيان وي سي بيان فوالا كارسي كارسي رجع رجع ما تجيش عندي كارسي كارسي حكوا لي حكوا لي دار هذيك دور عندك Thank you.
امرا اتنسيو اتنسيو هاتوما خوتي لاحظوا معنا احنا سالينا لعبنا معاه قصه لعبها او تكالما الكلب بوحدو كان قبيله جاله هو تكالما صافي كلب كتخرج لي ديك الطاقه ديالو كنت تشري الكلب تبقى ساد عليه في الدار ما يصلحش لك من غير الا ما كان صغير دوك الكلاب الصغير اما المالينوات و الكلاب الكبار تيبغي خاصهم يجريو يدردكو عندهم لينيرج خاصهم يخرجوه. ها نتوما قبل كنت كتقيس وكيبغي يعضك ها انت ها علاش حيت دابا لعب الكلب فرح نشط هو التكالمه سي بيان بوش سا سي بيان الكلب راه ماشي روبو كتشدو باغي من الطيبار يبدا يدير لك اسيك وشي داكشي اللي كتشوف في يوتيوب ينوض يديرو الكلب راه ما يمكنش لعب معاه خليه يجري خصك توفر ليه شحال من حاجه ورا مشكين ماشي الخاطره والكلب كيبدا يعض راه تيعض حيت باغي يقصر باغي يلعب خصك تقصر معاه شنو هي الضربه اللي فيه هنا هذا يضرب مع حديده بحال الصح لاحظوا هو ناض بغى يعضني ولكن لاحظوا انا ما تحركتش دابا كون كتشي واحد اخر في بلاصتي غيشوفو ناض بغى يعضو يقول لي بغى يعضني غيتحرك غيعضو هو داكشي اللي باغي الكلب دونك لا منين يبان لك الكلب حل فمه بغى يعضك حيت هو داك لعبو انت تحاول لا ما تحكش ليك هكا بالجهد هكا كيفاش كتجهل الكلب حك ليه بشويه هاك حيت ها انت حك ليه بالجهد دابا ها هو يدي ها هو يدي ماري دابا حك 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 بالجهد حك حك شي هو اللي يعض هو يدي يدور لي زيد زيد بدا كتحك بالجهد حك لي حك لي برصدو حك لي دابا راه عاجبك شويه الحال دابا حيت تكالما دابا اما قبيله كون درتيها لك ونطيل لك يدك قال لها العود اللي صراحه ثاني ما يدير لي والو اوف هو الكلب تيبدا يعطفك عرفو راه باغي مسكين باغي يلعب سير لعب معاه قصر معاه راك ما مربيش نو نو تشدو النار كل وجهك تحك ليه فحال كون بغيتي شي عضك خصك تلعب معاه وفر ليه خليه يدردك ناكل لا بوكوس زين فونور دير دير حرك رجلك فوالا حركه كتحركها دير ليها كفاك فاكش اكس سيتي وحرك رجلك قرب لي حدا فمو
فوالا دابا لاحظ اخوتي، دابا بعض المرات الكلب كيمشي لك بحال هكا رجلك، اش كدير نتايا؟ طريق غير مباشره بلا ما تحس كتجر رجلك بحال هكا، ملي كتجر رجلك كتاكسيتي لك بجر رجلك كيما دار شي قبيله. ها انت شوف اش كيدير، شوف هذا غلط، هذا حيد رجلك دابا ملي كيعضك الكلب، حيد رجلك، حيدها حيدها، قولي لا ريح وبدا تجر في رجلك. ايه كتجر لاش لا لا عادي عادي بلا ما تقول لي لاش، دير كيما كنتي كدير، بقى كتجر في رجلك وداك الشيء. ها انت الله الكلب بحال هكا كتزيد تجهل وما غيطلقش. دابا دابا بقى واقف في بلاصتك ما تحركش، وقولي نو ستوب، وهزهم كرشو ولا شي لعيبه. ايه نو هزهم كرشو، هزهم كرشو. ايه نو هزهم كرشو، تعال نشوفو. ايه لاش 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 لاش، ايه لاش هزو هزو كيما قلت لك. شوف واحد اليد بعد بها راسو ويد هزو من بها، هزو فوالا صافي. قولي ستوب، ما تبقاش تحرك انت، ما تحركش انت، ستوب فوالا. ايه ستوب فوالا، انت ما تحركش. اسي قول اسي فوالا، اسي بيان. شتي شنو وقع دابا؟ راه ديك كثرة الحركة دابا الكلب مين تيعضك انت وكتبقى تحرك راه كتجهل الكلب. دابا كاين اللي كيعضوا الكلب كيبدا يغوت كيبقى يجرب بحال هكا في رجليه، راه كتجهل الكلب بحال هكاك. لا ملي تيعضك بقى خلي رجلك، حيت ملي كتجرها عادي يزيد يعضك شي عضه خايبه. هانتوما لاحظ انا كيفاش نقرب، دابا الكلمي بغيت نقرب منه هو كيتسناني ندير شي حركه ماشي هي هذيك. هانتوما واش كيحل فمه باغي يعض، شوف. ولكن شو انا كي كندير ليه؟ نو دوسمو، شو اش كندير؟ ايه دوسمو دوس نو دوسمو، شو اش كندير؟ دوسمو. دابا كنقول ليه تكالم، ايه نو. دابا مثلا ملي بغا يجهل انا غنحبس، ما نقيسو ما والو. هانتوما لاحظ، ولكن الشيء راه سي تري نورمال، حيت الكلب باغي يلعب على داكشي كيدير بحال هكا، ماشي حيت قبيح ولا جاهل، باغي يلعب واللعب ديالو كيعبر عليه بحالك. دونك انت اش كدير؟ تتلعب معاه كتسخفو، قول ليه باغي تلعب سير التينيسة سخفو ليا مزيان، وديما ديك اسي كوشي لوح ليه التينيسة سخفو، تا يسخف مزيان عاد زيد قيسو بحال هكا، ديك الساعة ما يدويش معاك. علاش دابا الكلب بحال هكا شويه مكان؟ حيت من الصباح هو تيلعب. اون فوا كيبدا يعضك صافي كتجمع مع الضحك، كتقول لي لا ما بغيتكش تعضني. صافي ريح هاك صافي، كتقول لي زعما كاينه انت الا بديتي كتعض. ريح الله نو 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 نو، لاحظ ما نبقاش نتجار معاه. نو شتي منين بغى يعضني كون جريت يدي غيتزيد يجهل الكلب يعضني. انا رخفت لي يدي زعما كاينه باغي تعض، رخف لي ونقول لي نو، حتى غيتكالمو وغيطلق. الا بدا كيجهل ما تكالماش كدور فيه، تهزو من كرشو ولا تغوت عليه وتجرب طرونكلور.